حتى أوصل للبداية، وأنا بسأل عن اسمه، اسمه قالوا مرايا، ويركض فيا الليل حتى أوصل للنهاية. ضحك ولعب وشد وحب روح عدو تهاني البداية. منا واحد ولا اتنين، كلنا بدنا مرايا، وبسهر بسهر طول الليل حتى اوصل للنهاية. ضحك ولعب وشد وحب روح لحن واغاني وشعر تريق، شو ما بدنا الناس كله عنا بمرايا. يلا غني Everything's functioning well. Everything perfect. Yes, تفضل. صباح الخير. صباح الخير استاذ نزار. Good morning gentlemen. انت بتعرف استاذ نزار انه الخبراء خلصوا تركيب القسم الجديد من المعمل وحيرجعوا لبلدهم بعد اسبوع. عظيم. معناتها خلصوا بنفس الموعد اللي حددوا لنا اياه. بالضبط، وحابين قبل ما يسافروا يعملوا رحلة صغيرة ليوم واحد يطلعوا فيها على معالم البلد. وهي برنامج الرحلة. شكرا استاذ. عظيم، برنامج عظيم. حضرتك استاذ فاروق رح تطلع معنا؟ لا والله يا ريت، انا بكره عندي اجتماع بالوزارة وبعدين عندي اجتماع مجلس الإدارة. مستر نزار will accompany you in your trip. He knows the area very well. Thank you very much. You're welcome. We will have a good time. Yeah, sure. You're welcome. Hey, سيدي، ما قلت لي مين بده يأمن اللحمات؟ أنت لا تأكل هم، ارتاح. في عندي لحام ما في مثله بالبلد، ونظيف ولحمته مثل الفستق. حلو كثير، معناتها خليه يقطع لنا كيلو كباب وكيلو شقف ويتلي. وليش الكيلية؟ كلياتنا أربع زلم، ما بدنا يزيد عنا. يا سيدي حب الخرج، إذا زاد أحسن ما ينقص. ما بتعرف بجوز يجينا ضيف لا على البال ولا على الخاطر. العاب بلا زوغلي صحيح، والمحلي مين بده يأمنه؟ سيدي من جهة الحلويات لا يكركم فكر، أنا بعرف بياع حلويات بالميدان بيساوي حلويات بالسمن العربي والقشطة البلدي، إذا كانوا توصاي كمان. ها أنت بدك تجيب آخرتنا؟ لك ما بتعرف إنه كلياتنا معنا شحوم وكوليسترول؟ وأنا كمان ما بيناسبني السمن العربي، لأنه السكر يا عم يطلع معي كثير بهالأيام. يا سيدي حب الخرج. أصبح أنا علي يجيب الخضرة والفواكه. شو رأيكم كل واحد يسجل شو بده يجيب أحسن ما نتخربها؟ مو محرزة بلوي، يعني كل واحد بده يجيب فينا كم غرض. أنت بدك تجيب اللحمات، أبو فارس الخضريات، وأنا الحلويات، صلى الله وبارك. وأنا علي الفحمات والأراجيل والشدة وطاولة السهر. منيح هيك؟ منيح، بس أوعى تنسى مثل هذيك المرة وخلينا على تطليع وصفنا ببعضنا. ولا يهمك، ما راح أنسى. ومن شان السيارة؟ محلول يا بلوي، أنا قلت لأبو حسين ومش الحال. بس سيارة أبو حسين مهرهرة ودواليبها ماسحة. لا ما بها شيء، هو قال لي إنه صلحها وركب بواجي جديدة.
أصبح توكلوا على الله. أبو حسين رجال مسكين وعنده أولاد بده يعيشوا، واللي بتعرفه أحسن من اللي بتتعرف عليه. مظبوط. أهلين أستاذ نزار. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا وسهلا. تفضل تفضل. عراسي شكرا والله. واعد جماعه شو. اهلا وسهلا. شو اليوم ما شفناك بالشركه، خير في شيء؟ خير يصيبك، بس انا اخذت اجازه ورحت على الدكتور. معافى ان شاء الله. يلا السلام عليكم. السلام. يعني ذكرني بالحبه يا نظيف، والله كنت نسيانا. ان شاء الله فيها الشفاء. سيارة مزود أخي. أخي ما دخلني. مزود بنزين لازم تكون محرك. شو ما بتعرف تقرا أنت؟ يا عمري. لك شو طلب منك؟ اطفي المحرك. أوف. وليش بدك تطفي المحرك بقى؟ قال مشان ما يصير حريقة وتكب الغازية. هونك سيدي حب الخرج. إذا بده يصير حريق رح يصير. انطفى المحرك وما طفى. الله عليك يا أبو سطيف. البطارية بعيد يا اخي. وشو الحال؟ شرفوا. لوين الشريف؟ على الدفش. يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. 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 أهلين أستاذ نزار. أهلين مشعل. شو خير، شو صاير معكم؟ والله تعطلت السيارة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وين كنتوا رايحين؟ على عين العروس. بدنا نتغدى هنيك. إيه شو عليه؟ أخي نزار. قلي. مين في معك بالباص؟ ما في حدا الباص، معنا الخبراء الأجانب بيركبوا لنا القسم الجديد بالمعمل. شو رأيك تاخذونا معكم؟ يعني أنا ما عندي مشكلة، بس شلون ناخدكم معنا؟ نربط لكم السيارة بالباص ونجرها يعني؟ لك لا لا، يعني نطلع معكم بالباص. أنا بالنسبة لي ما عندي مشكلة، بس يعني معي خبراء أجانب ومعلومات لازم أخذ رأيهم. خذ رأيهم. خذ رأيك. على راسي. ما بتزعل مني؟ لا ولو على راسي. على راسي يا أبو مشعل. أنا عم بستناكم. أهلين نزار. شباب اتأمنت التوصيل إن شاء الله. من دمك لباب السماء. Excuse me, gentlemen, but my friend's car is broken down. Can we take them with us? Yeah, sure. No problem? Yeah, okay, thank you. Thank you. تفضلوا شباب. شباب هاتوا الغراض. يلا. موني فضل
راسي شباب دخيل عندكم. ايه هم. ايه حط عندك حط بالارض. At least there's plenty of food. They want to stay for a month, I guess. لك شو عم يبربر هاد؟ ما في شباب مشعل ما في شيء. بس عم يسأل لمين كل الأكل؟ إنا حبيبي إنا. يا الله. تفضلوا. They want to eat. They are hungry. جواب نشيب خالص. شغلنا الكونديشن داخل عينك قولنا يا سكرنا الباب. نسينا نعرفكم على الخبراء اللي معنا، مستر أوليفر، مستر جيمس، مستر هنري. تشرفنا، محسوبكم أبو مشعل. وأنا أبو لؤي. وأنا أبو فارس. وأنا أبو مصطفى. نزار، شو عم بيكتب هاد؟ ما في شيء أبو مشعل، ما في شيء، ما تخاف، بس عم يسجل أسماءكم. وليش عم يكتب أسمينا؟ شو المناسبة بقى؟ وشو أنت أخو مرأة أو شيء؟ بجوز الزلمة عم يكتب مذكراته بالرحلة، شو بدك فيه؟ يا لطيف يا لطيف، نسيت شغلة يا شباب. شو نسيت؟ لك شو نسيت؟ نسيت دواء القلب بالبيت، لازم اخذ الحبة من ساعة. ولك الله يصلحك، شلون نسيته شلون؟ آخ، كل الحق على اللي عندي بالبيت، وين سيرانكم؟ مع مين رايح؟ احمي لك الحمام، أنا ببيت أهلي ها، لا تنسى، ابنك بده مصاري، أخ، والله دوختني من الصبح، دوختني دوخ. I forgot his medicine. Which medicine? Medicine for heart. For the heart? My God, we've got to go back. Yes. ولك شو عم ببربر هدول؟ والله يا ابو مشعل عم بيقول انه لازم ترجع على البيت فورا. يا حبيبي على الفهم، ونحرم من السيران؟ ايه ما حذرته حبيبي. بس يا ابو مشعل هذا الدواء كثير ضروري. يا سيدي حط بالخرج. اللي له عمر ما بتهينه شده. تيسر اخي ابن نجيب تيسر وتكل على الله. الحبة قال ايه بلا حبة بلا بطيخ. He doesn't want to go back? I don't know. They want to eat. They are hungry. تفضل اخي ابو مشعل. ضيف الاجانب بالاول عيب. ايه حاضر. تفضل اخي. What's that? This is فطاير. فطاير. This is بي window. This is فطاير. يعني breakfast. breakfast. يعني فطور. No thank you. No. لك طيبة كتير. No thank you. ايه مثل ما بدأ. تفضل اخي. No, no, مشان الله اخذ لك وحده. Thanks. تفضل مستر الفا. No, على حب النبي. شكرا شكرا. ما بتندم. شو بهون هدول مو حابين الفطاير تبعنا استاذ نزار؟ لا يا اخي ابو فارس، بس الجماعه فطروا الصبح يعني ما لهم جوعانين. كتر خيرك. شكرا لك. واذا فطروا شو راح تساوي معهم الفطيره؟ يا ابو مشعل الجماعه ما بياكلوا هالطالعه والنازله، خلص راحت معهم للغدا بقى. لك ابي وفروا، هات لك فطيرتين ابو فارس تعال. ايه دقيقة بس، لعطي ابن نجيب. لا لا اترك لي ابن نجيب، انت انا بعطي. خليه عم يعرف يسوق مثل ما بدا. كلهم بلحمة ولا اني؟ لا في قشطة وفي بلحمة. ابو نجيب اني وحدة قشطة ولا بلحمة؟ يلا هي بلحمة. اخذت له وحدة قشطة. لا لا بكفي بكفي. ماشي. شكرا ابو فارس. ماشي. تفضل اخي ابن شعر. والله اللي بياكل على درسه بينفع نفسه. عندك فطيره؟ يلا جاي عندك. الله اكبر. روح. تفضل. يسلموا. ان شاء الله الف صحه يا رب. مستر نزار. Excuse me. What does this food contain? Aha. It contains a lot of sugar, grease, and some of them with meat. My God, they're bums, not pies. نزار شو عم يبرروا علينا هدول؟ عم بيقولوا اللي عم تاكلوه مو فطاير، قنابل.
قنابل؟ يا لطيف على الأجانب شو بيخافوا على صحتهم، يعني هلا أنا صرت آكل نص قنبلة. هات لك قنبلة تانية أخي أبو فارس، خليني أفجر حالي فيها. معقولة القنابل طعمتها بارود؟ أبو نجيب العوامة بكاملها. Drive slowly please. We want to enjoy the scenery. خير شو بقول مستر هنري؟ عم يقول لك خفف لهم السرعة شوي بس بدهم يشوفوا المناظر. على عيني وراسي. هلا هيك بدنا نمضي مشوارنا؟ شو ماشيين على بيتنا احنا؟ يا شباب. يا شباب شباب. باص باص بعدين بلا مأخذ انتوا ضيوفهم. يعني شو علي اذا تأخرتوا لكم شوي؟ بترجاك استاذ نزار لا تحملنا منية بننزل هلا ها؟ هو الحق علينا لأننا طلعنا معكور. يا أخي لا تفهمونا غلط الله يخليك، لا تفهمونا غلط. بس الجماعة السياح وحقهم يتفرجوا على المناظر. طولوا بالكم شوي. Stop stop, we want to see the Syrian sheep. خير شمون؟ ليش وقفوا السيارة؟ طول بالك أبو مشعل، الجماعة حابين يتفرجوا على الأغنام السورية. شو غنمنا عجبة يعني؟ لك يا أخي بالنسبة لهم عجبة. طولوا بالكم شوي. عواس عواس جايز لوك عواس 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 لك عم يقولوا عواس وبيعرفوا اسم غنمنا كمان. بيوتيفول شيب. شو عم بيقول استاذ نزار؟ عم بيقولوا انه هالخواريف حلوين كتير وبيكون احلى لما يكون مكتف وعم ينشوى والدهن عم بيشرشر منه شرشره. فعلا يا جماعه لحم الغنم لا قبله ولا بعده، بلا بقر بلا بطيخ مبسمير. يا سيدي اللي بده يطبخ شاكريه ما يطبخها غير بلبن الغنم، وعلى مسؤوليتي انا. لكن طبخ الرز بسمن الغنم ما بتنسى طعمته، لكن لسه بموسى من عربي. بالله عليك شوف على هالمنظر ما احلاه. شوف على لية الخروف كيف مدوره. لك سبحان اللي كولها ودورها. يا سيدي اللي ما اكل لي المشويه مع البصله ما بيعرف طعم التمه. بس سمعت لكم انه اللية والسمن العربي بيرفعوا الكوليسترول وبيساووا جلطات. هلا من كل عقلك مصدق هالحكي؟ لك يا سيدي حط بالخرج. على اساس اللي بالجبانه ماتوا من اكل اللية والسمن العربي. الله معك يعطيك العافية. أيوة. شو كانوا عم يسألوا للراعي؟ سألوه عن عدد الأغنام بسوريا وعن نسبة اللي بياكلوا لحم وقديش سعر الكيلو. وشو بدهم بكثرة الأسئلة ووجع الراس؟ وشو بيعرفني؟ هدول أجانب بيحبوا يعرفوا كل شيء، خبراء لك أخي خبراء. تفضلوا إذا بتريدوا. سبحانهم زين العقول. أي والله. تعالوا شباب. التنة. دخلك استاذ نزار، شو سألوا الراعي كمان؟ سألوه عن المراعي بالبادية، وإمتى بيسرح مع الغنم، وكم مرة بتولد الغنمة بالسنة؟ يا جماعة بتكون حية، هالجماعة كثيرين غلبة. يا أوعى الفطاير ما أدري أبو. شو شباب؟ ما بدكم تفوتوا معنا على المغارة؟ لا ما بدنا نفوت، اهلكنا من الطلعة، فوتوا لحالكم. بس المغارة حلوة كتير ها، ما تروحوا عليكم. يا سيدي حط بالخرج بلا أن الفوتة المعدتة.
حط بالخرج. بس يا ابو مشعل، هالمغارة عمرها أكثر من 10 ملايين سنة. عمرها 10 ملايين سنة؟ أسيدي اسمع وسطح الحكي ببلاش، نحن عم نستناكم تحت. يلا يلا شباب. ايمتى بتجهزوا هدول يخلصونا؟ والله متت من جوعي يا سيدي. انا امبارح اكلت لحمه بالصحن يا لطيف، بتمزع العقل. ايه مو اطيب من الصفيحه اللي اكلتها انا. ادي لشوف، بلبن ولا بندوره؟ بندوره. يعني قصدي عم تجاكروني؟ بشكيكم لاحكم الحاكمين. خلاص وينك؟ انا بكره عازمك على اكله ابو بسطي. ايه سيدي، ومن بعد ما اكلنا 86 كباية بلبنية اكلنا صينية كنافة مدلوقة. بتصدق الكلام ولا ما بتصدق؟ لا ما بصدق. لا ما راح تصدق. ايه ما تبلع القعدة ان شاء الله. اهلين استاذ نزار. تعرفوا انه روحتوا عليكم روحة بتاخذ العقل. لك يا سيدي حط بالخرج، شو هالفرجاي؟ والله يا ابو مشعل المغارة بتاخذ العقل، كثير كثير حلوة. يا حبيبي عليك، بتعرف المغارة الحلوة اللي عم تقول عنها حلوة في الخرج شو؟ خرج شو؟ خرج تكون مستودع مونة أو لحمة لأنها رطبة كثير. يلا سكر سكر. تفضل 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 ابو مشعل. اهلين اهلين يا كريم. شغلها بنجيب. استاذ نزار وهلا لوين رايحين؟ ايه البرنامج تركته يا بالاول يا بالدرج الاول يا بالثاني. شوفه ودق لي. والله معك. What do you like to see after that? We'd like to see the Hosni Castle. بدنا نشوف ولاية الحصن. يا حبيبي وين بدنا نروح انا بالعروس؟ خلصنا بمشعال، بعد القلعة بنروح سوا ولا يهمك. يا حبيبي احنا ما رح نقدر نتغدى بعد العصر. رح نموت من الجوع. قسما بالله الحق عليكم. ابنكم بلاكم هالرقبة ما سمعتوا لي كلمة. علينا علينا شو بدنا نساوي؟ صبرا جميل وبالله المستعان. يلا سيدي بنصبر الله بيصبرنا. شو شباب؟ ما بدكم تزوروا القلعة؟ ما بقدر، أنا معي مرض القلب وأنا بدوخ من الأماكن العالية، وأنا زرتها مع المدرسة وقت كنت صغير. اسمعوا مني وطلعوا شوفوها، اسمكم هون ما تروحوا عليكم. يا سيدي الأيام جاية بنبقى منزورها على رواق، شو رح تهرب قلعة؟ Why don't your friends want to come? I don't know. It's a great opportunity. يا شباب، عم يقول لكم فرصة كثير حلوة. يا سيدي اللي حب الخرج شايفين مثله كثير. What is this حب الخرج؟ It's so complicated. Later. اوه بذهب
حاجة تعويني مزود. مو مزودين. ها شرفوا الشباب. والله يا شباب يا ريتكم جيتوا معنا وشفتوا هالقلعة. كنا انبسطنا كثير. يا سيدي ونحن انبسطنا اكثر، لعبنا ثلاث دوق محبوسه وحده مغربيه. غلبتها بالمغربيه وكنا تين كمان. ما شاء الله. وابو الصيف عم يشخر فوق. بس القلعه مهمه كثير وكان لازم تزوروها. سيدي. My seventh grandfather traveled from England to stay in this castle for 6 months. وشو بقول مستر هرني؟ عم بيقول لكم انه جده السابع اجى من انجلترا وسكن بهالقلعه 6 شهور. شو هالحكي؟ ومن ايمتى؟ من ايام الحروب الصليبيه. Let's go. الصليبيه صليبيه قال جد السابع قال ضد حبيبي ضد. لك ليش عم ياكلوا جماعتك؟ ما قلت لك عازمهم على المشاوي؟ They are inviting you to the dinner. Thank you. I think we have enough. ها؟ Thank you. شكرا لك مشعل ما بدهم. جايبين معهم اكل هان. شو شكرا وما شكرا؟ تفضلوا حبايبي تفضلوا. ذوقوا. تفضلوا. يسلموا ايديك. اوعى حامي حامي حامي. عطيهم عطيهم. لحم لحم. بس هي اللي هي معلش ما بنحبها نحن. لك بالعكس ها. الله ان شاء الله الف صحه. اوكي هذا الاكل اللي امر فيه ربنا مو سندويش ما بشبع عصفور. اتركن هلا ابو مشعال تعال شوف اللحمه راح تحترق يا زلمه. Hey, it's such a beautiful river. Why do you throw the garbage away? شو عم يقول هذا استاذك؟ كل عم يسبنا ها؟ لا اخي ما عم يسبك، عم يقول لك هذا نهر حلو كثير، مو حاويه زباله. شو فيها؟ نهر وماشي، شو بده يصير له يعني؟ لك يا سيدي حط بالخرج، الكل عم يكب فيه ولساته ماشي. قل له يلا يا جماعه انا خلصت شوي ها؟ والصفره جاهزه يلا. يلا يلا يا كريم يلا تفضلوا. تفضلوا 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 ايت ايت. Thanks, عم بيقولوا لك شبعوا انتفخوا. ايه بتوفروا يلا شباب شبعوا الجماعه قال. يا عليم الله الاكل اللي معه ما بيكفي ابني الصغير وما بيشبع فيه انه اكله. يلا تفضلوا تفضلوا. يسلموا بالله. شرف حجي. يسلموا. شرف عمي. يسلموا بالله. لك هلا اتركني البطيخه. لا اله الا الله. طلع من عندك هو. مؤذين على الشوي. الله يبارك على اللحمه من افضل اللحمه اللي اكلتها بحياتي. الله ضبطها مثل الكون. يلا ها. هي هي هي. الله البندوراية من ايدي دخيله. Thank you.
أنا انتفخت نفخ، ما عاد فيني آكل ولا لقمة. شو رأيك جيب لك قازوزة خليك تحضر؟ لا وأكل البطيخ يذهب بالداي أصلاً. خد لك التأكيد. فحتين وهنا. بتعرفوا شو جاي على بالي؟ شو جاي على بالك؟ جاي على بالي انزل بين النار شي نص ساعة، منه ببورة جسمي ومنه بهضم شوي. وانت قلتها يا قريب. شو بدك تسوي ابو مشعل؟ بدي انزل على النار اسبح، بدي اسبح شوي شبنا. You shouldn't swim after eating so much. لك شو عم يبربر هاد؟ ولا شي، عم يقول لك ما بصير تنزل تسبح بعد هالاكل اللي اكلته كله. يا سيدي حط بالخرز كله ماشي. اللي له عمر ما بكينه شده. اي والله. كان نسى شيء. أنا. أوكيه It's a big mistake. Swimming after eating. Yeah, especially if he eats so much. Yes. Eating all day. خير دكتور، طمنا. مين حضرتكم؟ نحن رفقاته. العمر إلكم، والأفضل تخبروا حدا من أهله. يعني ما تغريق دكتور؟ لا بسكتي قلبي. Is that... Let's give them our condolences. خط بالخارج، خط بالخارج، خط بالخارج، خط بالخارج، خط بالخارج، خط بالخارج. الله يبارك فيك ويخليك يا ابن عمي. ايه يعني هلا بتقدروا تعلنوها رسميا وبتم المليان انه ابن عمكم تيسير صار مستشار الوزير. طبعا لك منصب مهم وحساس. وينك ابن العم؟ اذا بدك شيء احكيها ولا يهمك، انا بالخدمه. ولو يا ابن العم هذا واجبي. اصبح اذا تريد الله يخلي لي اياك بتبشر لي كل اللي بتشوفه باستلام المنصب. ايه عفوا ابن العم، عم رن الهاتف الثاني، ببقى بحكي معك. مع السلامه. الله معك، مع السلامه. الو اهلين. لا عرفتك من صوتك. أهلين أخي. لك وينك أنت يا رجل؟ لا بس تلفنت لك على البيت وحطيت لك خبر. إيه والله مستشار. إيه والله. لا لا مستشار وزير. إيه من تمك لباب السماء إن شاء الله الخطوة الثانية على الوزارة. إيه طبعا لازم تشد ظهرك فيني كيف لك. طبعا طبعا، وأنا بإذن الله رح حل لك كل مشاكلك، بس انت طول بالك علي شوي. ولا يهمك حبيبي، حط رجليك وايديك مي بارده. يعني انا اذا ما حليت لك مشاكلك مين راح يحلها؟ ايوه. لا لا خبرته ولو معقول ما خبر انت الثاني. عفوا اخي، عم يرن الهاتف الثالث على مكتبي، ببقى بحكي معك. مع السلامه. الو. أهلين أستاذ راتب، أهلا وسهلا ومرحبا. نعم؟ إيه أنا اللي قريت اسمي بالجريدة. إيه مستشار الوزير. لك مين غيري يعني؟ لا مو تشابه أسماء. إيه هذا أنا. إيه طبعا منصب هام. لا
هيك رح ازعل منك. شو عم تحكي انت؟ يعني معقول اتنكر لاصدقائي؟ مستحيل، بيكون ما فيني اصل الك. لا ولا يهمك، على عيني وراسي. امتى ما بدك تشرفني يا اهلا وسهلا ومرحبا فيك. اهلا وسهلا حبيبي، مع سلامه استاذ راتي. الله معك حبيبي. سلام سيدي. اهلا وسهلا سيدي. هذا بعث لك يا الاستاذ فرحان رئيس المحاسبه، قال بده يمر اليوم مسألة عندك هو بحسان امين مستودع مشان يباركوا لك. ايه اهلا وسهلا. شو عليك؟ احترامي سيدي. اهلا وسهلا. الو. ايوه معاه. الله يبارك فيه. صوتت لرويد عطيه؟ بصوت له اخي، بصوت له. الله معك، هلا مع السلامه. الو. ايوه احترامي، احترامي سياده الوزير. الله يخليك، فورا سيدي فورا. الله معك، مع السلامه يا سيدي. تحياتي سيادة الوزير. تفضل. شكرا سيدي، مستريح. لك تفضل. شو مستريح مو مستريح؟ تفضل. شكرا يا سيدي، الله يخلينا اياك. طمني، مرتاح بهذا المنصب الجديد؟ الحمد لله سيدي. ايه والله مرتاح، مرتاح كثير سيدي. حقيقة انا اخترتك لك بالذات لهذا المنصب الحساس لاني سمعت انك انسان نشيط وحربوق. بعدين الوصاية اللي جايتك ماكني كتير وما نسترجي نخجلها. إيه سيدي شو بدنا نساوي؟ الله يكتر المحبين. ولهالسبب بدي اياك تكون عند حسن ظني وظن الناس اللي رشحوك. اكيد سيدي، اكيد باذن الله. يعني بتمشي حسب الاصول، وصايه رشاوي نطوطه من فوق الاسطيح ما بدي. اعوذ بالله، شو عم تحكوا انتو سيدي؟ معقول يعني؟ يعني بقدر اطمن واعطيك الثقه. ولو سياده الوزير، انا بعجبكم تمام اذا الله راد. عظيم، طمنتني. تفضل روح على شغلك. شكرا. شكرا سيدي الوزير. سيادة الوزير، بدي منكم شغلة صغيرة لو سمحتوا. تفضل. يعني لو سمحتوا تخصصوا لي سيارة جديدة تكون قد المقام، بكون ممنونكم. ليش وينها سيارتك؟ سيدي صار لها بالتصليح اسبوعين وحالة حالي. بسيطة بسيطة، أعطيني كم يوم بس. شكرا سيدي، شكرا. ممكن توطي لي صوت المسجله شوي يا اخ؟ على عيني، مو تكرم عيناه. لا مو من شان شيء، بس اذا كان الانسان طول النهار عم يستقبل ويودع مراجعين وموظفين رح يوجع راسه اكيد. ليش شو بتشتغل حضرتك؟ انا مستشار الوزير. ليش ما انتبهت على وضعي لما طلعتني من قدام الوزاره انت؟ عدم المؤاخذه، ما عرفتك بلا زغره. الحقيقة أنا سيارتي بالتصليح، بس وعدني الوزير بسيارة جديدة بهالكاميون. يعني بقدر أقول إنه من حسن حظي إنه ركبت معي اليوم؟ والله الأمر تابع إلك. شو رأيك بقى؟ مرحبا. أهلا أستاذ. وين صاحب المحل؟ حضرتك صاحبة المحل؟ أمور أستاذ. يا أهلا وسهلا، الله يرضى عليك. بدي شوكولا فاخرة لمناسبة عظيمة جدا. ممكن أعرف شو المناسبة؟ الحقيقة أنا صرت مستشار الوزير، وبتعرفي المحبين كتار ورح يجيني مباركين كتير على البيت وعلى المكتب. بقى الله يرضى عليك، بدي منك تشكيلة شوكولا وسكاكر وملبس يبيضوا الوش. على عيني وراسي أستاذ، رح أعمل لك تشكيلة واسعة ومنوعة. يا محمد حط للأستاذ كيلو شوكولا سادة وكيليين ملوكي وكيلو ونص ملبس على لوز وكيليين ملبس على فستق، ولا تنسى المانجا بنت الملك وثلاثة كيلو راس العبد. على عيني.
ايه يسلموا ايديك بكفوا ماشي الحال. استاذ ممكن سؤال؟ ايه تفضلي. بس ما يكون فيها احرج. لا لا ولا يهمك تفضلي. استاذ بما انك صرت مستشار الوزير معناها بتعرف وزراء كثير مزبوط؟ ايه طبعا بعرفهم، بعرفهم عز المعرفه. يعني بتعرف وزير التمويل؟ اكيد بعرفه ولو. معناها بدي منك خدمه صغيره اذا ما في اسئله. شو هي؟ من 3 ايام كتبوني مخالفه تموينيه. الله وكيلك يا استاذ، ظلم بظلم. قال شو؟ انا عم بيع شوكولا غير مطابقه للمواصفات. ايه وشو المطلوب؟ يعني استاذ اذا ما في اسئله تعملوا لنا هيك شيء، كتاب توصيه من ايدكم للوزير يعني مشان يلفلفوا الموضوع. هاي شغله بسيطه ولا يهمك، اعطيني ورقه وقلم. مو على عيني استاذ. سيادة وزير التموين الأكرم، تحية وبعد، نرجو النظر بعين الرعاية والاهتمام لحامل هذه الرسالة. بتريد الكتاب يكون باسمك؟ ايه باسمي استاذ مها الحموي. والسبعة نعم مها الحموي. يا ابو عزيز. ابو عزيز. نعم استاذ. افتح لي الباب لو سمحت. بعمل افتح معك. انا راسي استاذ تفضل. الله يرضى عليك يا ابو عزيز، بعت لي شي ولد من عندك حتى اخذ اكياس الزكاه والشوكولا لفوق. تكرم عينك استاذ. يا نبيل. نعم عليك. طالع اكياس سكاكر على شقه الاستاذ تيسير بسرعه. حاضر. شو استاذ تيسير شو القصه؟ شايف مكتر سكاكر. ليش ما دريت يا ابو عزيز؟ بشو بدي ادراك؟ بالله ما دريت. لا والله. لك البلد كلها دريت وانت ما دريت ابو عزيز؟ لا والله يا استاذ. خير شو في؟ غلت لي قلبي. انا صرت مستشار بالوزاره، يعني مستشار الوزير الاول. هيك ها؟ هيك قول من الاول. ان شاء الله الف 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 مبروك. يعني من زمان لازم يصير من عنا من الحاره واحد مسؤول. بركي بتتحسن الحاله. ايه رح تتحسن الحاله، اكيد رح تتحسن. الله يبارك فيك يا رب. ومنها للأحسن بإذنه تعالى. الله يخلي لي إياك يا حق. طيب ليش ما عطوك سيارة جديدة؟ وعدوني يخصصوا لي سيارة بهالكم يوم. وعدتنا وحياة سيارة هاي. إنت صرت مستشار. ولا يهمك، وحياتك غير شبح ما رح ركبك. اتركي المسألة علي. طيب عفش البيت ما بدنا نغيره؟ طبعا طبعا بدنا نغيره. شوفوا على الحكي. بدنا نغيره لأنه من هلأ ورايح في ناس على مستوى بدهم يجوا يزورونا. إلك. يا عيني. الله وكيلك، خبرت رفقاتي وحده وحده صاروا يغلوا من الغيره والحسد، وخصوصي ابتسام، لانه ابتسام من يوم ما صار جوزها سكرتير المدير العام ما عاد تتحكى الا بكرت ولا عاد تنزار الا بموعد. بس انا نفست لك اياها تنفيس وقلت لها جوزي صار مستشار الوزير يا مدام السكرتير. يا ترى مين جاينا وقت الغداء؟ طبيعي حبيبتي طبيعي، يعني لازم تتوقعي من اليوم ورايح قدوم الزوار والمراجعين بكل وقت، لأنه بيتك صار بيت مسؤول، يعني رجل عام لكل الناس مو بس إلك سهير. إن شاء الله بتطلع على قبري يا رب. ليش؟ إن شاء الله ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك يا أهلا وسهلا تفضل. إن شاء الله ألف ألف مبروك يا جار، والله إنك بتستاهل. شكراً، شكراً لك أم سمير، تفضلي. مين بشرك؟ جارنا أبو عزيز. يعني الخبر انطرش بالحارة؟ إيه أكيد انطرش أستاذ، هيك خبر حلو حرام يتخبى. بعدين لازم الكبير والصغير بالحارة يعرف إنه جارنا صار مستشار. شكراً يا أم سمير، وتحياتي لأبو سمير. والله يا أستاذ تيسير، أبو سمير ماسكينه ظلم وبهتان، بتهمة تهريب تلفزيونات. اتصور الزلمة جاي من لبنان وجايب معه 5 تلفزيونات هدايا لأخواته وخالته. قال شو؟ تهريب. يعني بجوز الواحد يكون مسافر ويجي وما يجيب معه هدايا؟ طيب والمطلوب؟ يعني حضرتك أكيد صرت بتعرف الوزراء كلهم، ما هيك؟ ايه طبعا طبعا بعرفهم. وبتعرف وزير الاقتصاد؟ ايه أنا اللي بعرفه. معناتها يخلي لي اياك ويطول لي عمرك، بدنا منك هيك شي كتاب توصيه، بلكي بفكوا اسره وبيطالعوا. ايه على عيني ام سمير تكرمي، هاتي لي ورقه وقلم. على عيني. ايه
يا أهلين يا أهلين يا أهلين. إن شاء الله ألف مبروك يا أستاذ تيسير، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا خالد. بس من وين دريت إنه أنا صرت مستشار بالوزارة؟ ولو الخبر الحلو ما بيتخبى حبيبي، فرحنا لك كتير من وسط قلبنا. أي والله شكرا يا حبيبي شكرا. أكيد كان في منافسة ما هيك؟ إيه طبعا كان في أكثر من 100 واحد تنافسوا على هالمنصب. معناتها عرفوا ينقوا. مساء الخير. مساء النور. اليوم تحبوا تشربوا؟ شو بدك تشربنا اليوم يا راشد؟ انتوا بالعاده بتشربوا قهوه عربيحه. لا 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 دخيلك، اليوم ما بدي اشرب قهوه لاني شربان اكثر من 20 فنجان قهوه اليوم. اف وليش كل هالشيء؟ بتعرف بعد ما استلمت المنصب الجديد ما عاد لحق مراجعين وزيارات مسؤولين، وطبعا بدك تسايرهم تشرب معهم قهوه وشاي واللذي منه. ليش شو استلمت استاذ تيسير؟ لا استاذ تيسير استلم مستشار بالوزاره. يا سلام ان شاء الله الف مبروك الف مبروك. يعني هلا قهوتنا صافيه من استشار؟ ايه في هيك شيء بامكانك تبشر معلمك. يسلم لي الله معلمي معلمي. ايه شباب استاذ تيسير صار من استشار بالوزاره. شو هالحكي؟ الله وكيلك. ان شاء الله الف الف مبروك يا تيسير بي. الله يبارك فيك. لك يخلينا اياك يا رب. تسلم لي. لك كنت احكي من الاول، على القليل كنت فرشت لك القهوه ورد وياسمين. تسلم تسلم يا روحي. الاستاذ تيسير ما بيحب يحكي كثير عن حاله. واذا استلمت مستشار بالوزاره شو هالشغله المهمه يعني؟ لا 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 هذا منصب كبير كثير وحساس. شو هالحكي؟ هو مزبوط الحق معك. بتتصور انه انا كل يوم بحكي مع الوزراء كلهم كل يوم؟ يعني بتحكي مع وزير السياحه؟ ايه طبعا شي مرتين ثلاثه بالنهار بحكي معه. حبيبي وزير السياحه أصبح دخيلك إيدي بزنارك. خير شوفي يعني بركي بتحكي لنا معه يرفع لنا تصنيف القهوة من نجمتين لثلاث نجوم. بزمتك ما مستاهل يعني قهاوي الخمس نجوم أحسن منها. يا ولا يهمك شغلة بسيطة كتير، هات لي ورقة وقلم. على عيني. تفضل. يا سمديات الله يسلمك. السيد وزير السياحة الأكرم، تحية طيبة وبعد. هيثم هيثم تعال تعال. أهلين أستاذ تيسير. أهلا وسهلا. أكيد كنتوا بالوزارة. اي والله مالك شايفني جاي تعبان وهالكان. الله يعطيكم العافيه. الله يعطيكم العافيه. الله عرفك هون على ابو خالتي هيثم، كان مسؤول بالجمعيه الفلاحيه بناحيه وادي العفص. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك استاذ المهندس هيثم غراب رئيس الجمعيه الفلاحيه بوادي العفص سابقا. تشرفنا يا اهلا وسهلا ومرحبا. انا تيسير المزرباني مستشار اول بالوزاره. استاذ تيسير قلنا عندك شغله صغيره. خير شو هي؟ ابو خالتي هيثم واقع بمشكله ومتمني تنحل على ايدكم. شو هي خير؟ يا سيدي متهوم تهمه ظلما وعدوانا، اختلاس 30 مليون ورقه من البنك الزراعي والجمعيه الفلاحيه، وعندي محاكمه كمان. كله ظلم بظلم الله وكيلك، ابن خالتي وانا بعرفه. اقسم بالله يا استاذ تيسير اقسم بالله انه من وقت ما صارت القصه حكى لي ابو عزيز انك صرت مستشار اول، هيك اطمن قلبي فرحت ما ادري شو صار لي. المستشار يا هيثم بيحل وبيربط، مو رجل كرسي. طيب شو المطلوب مني هلا؟ يعني كم كتاب من ايديكم الكريمه لهالمسؤولين بمعيته. على عيني وراسي. هاتوا لي ورقه وقلم. تفضلوا تفضلوا على المحل تيسير بيك بيكون احسن. تفضلوا اهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا اهلا وسهلا. راح اكتب اول كل شيء رساله لوزير العدل ووزير الزراعه ووزير الماليه. الله يديم عزك يا استاذ تيسير، الله يخلي لنا اياك يا رب. تشكر حبيبي. سياده وزير العدل الاكرم. شارت يصير مزرباني؟ ايه نعم انا. خير؟ ولك يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم عليك.
استاذ تيسير بده اياك سياده الوزير بسرعه. ولك شرشحت الوزارة الله يشرشحك، بهدلتني الله يبهدلك، هزيت الكرسي من تحتي، ولك يخرب بيتك، ما صار لك جمعة بهذا المنصب، ورغم هالشي ما مخلي وزير ولا مسؤول بهالدولة ما اتصلت فيه؟ سيدي أنا بدي يسر مصالح المواطنين. سكوت! سكوت! يسرك وحدة تسهل أمرك. بتعرف هذا الغراب يلي حضرت جنابك مخاطب ثلاث وزارات من شانه شو مساوي؟ شو مساوي سيدي؟ ولك هذا ناصب على الجمعية الفلاحية وعلى الفلاحين وعلى البنك وعلى الأعلاف وعلى مؤسسة الدواجن وعلى المباقر وعلى معمل الألبان. ولك يخرب بيتك على العمل الغبية اللي عاملها. اسمع شو كاتب، اسمع حضرتك شو كاتب. ونحيطكم علما يا سيادة وزير المالية بأن السيد هيثم غراب بريء من كل التهم التي تنسب إليه، وهو مثال الأخلاق الحسنة والحميدة ومثال الأمانة. التوقيع المستشار تيسير المزرباني. ولك يخرب بيتك. أنا آسف معالي الوزير، آسف فعلا. ولك شو آسف؟ أنا آسف هاي؟ قدم استقالتك فورا فورا. يعني ما في حل تاني سيدي؟ لا ما في، فورا. أمرك سيدي أمرك، راح أقدم استقالتي على عيني وراسي. ممكن ورقة وقلم سيدنا؟